أكبر مناورات عسكرية ينفذها الجيش الجزائري منذ سنوات على حدود الجارة المغرب، عملية عسكرية أطلق عليها اسم اكتساح 2018، واستخدمت فيها الأسلحة الأكثر تطوراً التي يمتلكها الجيش، لا سيما السلاح الروسي الذي صرفت لأجله الجزائر ميزانية ضخمة. المناورات التي وصفها الجيش بأنها تمارين تسمح له بالبقاء في كامل الجاهزية لمواجهة تحديات الإرهاب في الساحل الأفريقي لم تستقبلها الجارة المغرب بارتياح. فبحسب تصريحات خبراء عسكريين في المغرب، فإن هذه المناورات وإن كانت رسائلها موجهة للداخل الجزائري، فهي أيضا تحمل رسائل موجهة إلى المغرب بدليل حضور قادة من جبهة البوليساريو الانفصالية.